البشارة، هي للنصر بشارة، وقمع الشرفاء، وقمع الشرفاء، وهي كلمة صريحة، وهي كلمة صريحة. كل الوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، بالوحدة والتضامن. بركة من الحقرة من التفقير والقهرة، بركة من الحقرة الجهاز الأمنية والله ما قدر يقري ولادو، لأن اللي بغى يقري خصو يمشي يباع المدارس ديال البعثات، خصو يمشي المدارس خصوصية. وما أدراك ما المدارس خصوصية؟ الآن المواطن العادي باش يشري غير البطاطا والسردين ويدي ولادو للطبيب خصو على الأقل 10,000 درهم. وللأسف أزيد من 98% ديال المغاربة يتقاضون ما يناهي 6,000 درهم. إذا هاد الوضعية هادي إذا كان المخزن كيتجمد بأن كاين واحد التراجع ديال الحركة النضالية، هاد القمع وهاد العدوان إلا غير في الشر أوضح غتفشر واحد اليوم. إذا هاد الإحياء ديال اليوم العالمي للفقر جاء في السياق ديال الزيادة الصاروخية اللي كتعرفها مجموعة ديال المواد الغذائية، بدون ذكر يعني باللي بغيتي من الخضرة من الأسماك من اللحوم من المواد الضوء، إلا أن في المقابل كاين أجور هزيلة، زيادة ما كايناش في المركزيات النقابية. هذاك الشيء اللي كتجيبوا المركزيات هذه سنوات ما جابتو، كانت زيادة وحدة اللي كيعرفوها المغاربة كاملين هي الزيادة اللي جابتها حركة 20 فبراير المجيدة ديال 600 درهم، وسرعان ما استرد سياسه الدوله ديالها سيء الذكر عبد الاله بن كيران في الزياده ديال السن ديال التقاعد والاقتطاعات. اذا المغاربه كيكساوي بالناضي الغراء بشكل يومي منذ 2010 وما كاينش زياده. هادشي ديال المحروقات هادشي تبعناه، هادشي ديال الحكومه بانك شي خادع عن السوق، الا ان السوق ديال المغرب سوق خطير، سوق غامض عمره ما كينقص غير كيزيد. اذا دابا اليوم اصبحتوا على زيادات جديده، والزيادات ضروري غتأدي الى الزيادات في المواد الغذائيه مره اخرى. الان المطالب ديالنا هو تكون سلم متحرك للاجور، كاينه الزياده في الاسعار تكون زياده في الاجور للعمال، لا الطبقه العامله ولا الموظفين. اليوم وهو 17 اكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر، ارتأت مجموعه من الهيئات السياسيه والنقابيه والحقوقيه بمدينه طنجه الا ان تدعو الى تخليد هذا اليوم بشعار واحد وموحد: كفى من التفقير، كفى من التغلغل الامبريالي، كفى من التغلغل الصهيوني. الوقفه اليوم هي جات في اطار واحد المسلسل اللي ما بغاش يوقف، وهو مسلسل الزيادات المتتابعة في أسعار كل المواد الأولية، ومع كل زيادة يزداد ضحايا ويسقط ضحايا من الوطن والمواطنين والمواطنات، ومع كل زيادة إلا ويتم القضاء على مجموعة من الطبقات والفئات ديال المجتمع. بعد القضاء على الطبقة الفقيرة جاء الوقت للقضاء على الطبقة المتوسطة، وفي الوقت اللي كان المواطنين والمواطنات ينتظرون من هذه الحكومة التي رفعت شعارات خلابة في الانتخابات الأخيرة بأنها ستكون حكومة ديال دولة اجتماعية، كنشوفوها أن حكومة ديال دولة إمبريالية، حكومة ديال الطبقة البرجوازية. نحن نوجه والمواطنين يوجهون إنذارات متتالية لهذه الحكومة أن العصارة وصلت للعظم، وبأنه هذه الوضعية ما يمكنش تزاد، لأن ما يمكنش الصبر له حدود، وبأن المغرب يعيش فوق برميل بارود، برميل بارود ديال الأسعار. وآخر دوش ويا رئيس الحكومة لازم تلغي المراسيم المشؤومة، وصامدان صامدان صامدان درب النضال نحن عليه سائرون. حنا جينا اليوم لهاد الوقفة، وقفة
الجماعية باش نبلغوا ثلاثة الرسائل. الرسالة الأولى أن الفقر ليس قدرا محتوما، وأنه نتاج ديال اختيارات سياسية واقتصادية لقائمة على التبعية لمراكز الرأسمال، بمعنى أنه النضال شعارنا كيحمل النضال ضد الفقر، هو النضال ضد الفقر هو نضال طويل وكفاح مرير من أجل أولا اجتياز الأسباب ديال هذا الفقر. كيف قلت لك أن هذا الغلاء هو إحدى المؤشرات ديال 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 التبعية لمراكز الرأسمال، واخا انه كيتم او لا كيتنفذ على بيد الاجهزه الحكوميه او مجموعه القطاعات، ولكنه راه ماشي قرار سيادي، بل انه قرار مملة. درب النضال نحن عليه سائرات، تحيه لضالي الجزائر.